السلام عليكم، معكم مهدي فولان على We Love Bus. درت اون ريغيرش ديالي بلوس لي زانفورماسيون اللي كانوا في السيناريو، حيت لي سيناريست داونا داروا بحث كبير على كل شخصيه اي سورتو لا مالادي اللي كانت عند فوزي. كان خاصني غير نلعب احساس صادق ونوصل للناس هذاك الشيء اللي بغيت نوصل لهم باش يتعرفوا اكثر على هاد لا مالادي. الحاجه اللي صعيبه هو انني كنلعب دور ديال فوزي ما كيشبهش ليا كاع، بعيد عليا كل بعد. ودوزتو 3 شهور وانا كنلعب نفس لو بيرسوناج. كيف ما كرهوه الناس انا واحد الوقيته كرهتو، كيف ما تعاطفوا معاه الناس انا تعاطفت معاه. كان صعيب عليا اللعب على بيرسوناج بحال هذا، سورتو انا ما موالفش كنلعب بحال هذوك لي غول. النهايه ديال فوزي كتبان لي انايا لوجيك، كيف ما بانت في الحلقه 30 فوزي كان خاصو يبقى بوحدو، ريتا ما يداوا سينو كان غادي يدمر كاع الناس اللي دايرين به، اي سورتو ولادو. كان اي واحد قرب ليه ولا تحك معاه كان غادي يكون المصير ديالو بحال ديال نبيله.